خليك شكل في كده لاين فايا وخايفه تخرمي بيه. لا بصي هقول لك على حاجه، نضفي لي حواجبك دي تغيريها كده شويه حتى لو الشعر هيبان. احلى حاجه ان انا لسه بهرش في وشي مش حاطه ميك اب. بابا اتصل يا جماعه، بابا اتصل وقرر يقطع عليا اللايف. قمر قوي، تخيلي ان في حد شايفني بالمنظر ده وبيقول لي قمر قوي. لا مش الاغاني اللي فصلت اللايف، بابا اتصل، بابا اتصل. سوري احنا كده هندخل بقى في مرحله الخطر. رب يجيب العائف سليمه بجد، يا رب يجيب العائف سليمه. انا خايفه، ربنا شجعوني شجعوني، ربنا يستر معانا احنا عبط بجد. ايوه طالعين لايف بنور الله. قولوا لي قولوا لي مهما عملتي هتطلعي حلوه، قولوا لي كده. طبلوا لي انا بموت في التطبيل. اي عمرك عملتي لوك وباظ منك؟ في بدايه شغلي كتير كنت ببوظ كتير قوي، كنت بقعد ابوظ للموديل اللي وشها، كنت بتدرب يعني مش همي ان انا اعمل لحد اعمل الموديل لوك لمجرد ان انا اصوره او انزل صور وكده، لا كان بيهمني ان انا ابوظ واعرف اشوف ايه اللي انا بوظته واقعد اكتب. كان عندي نوت كده واقعد اكتب فيها اللي انا بوظته. يعني كنت عملت الحواجب مثلا فيها حاجه غلط او مكتبه الحواجب، انا كان عندي تريك في الحواجب غلط فكنت اكتب الحواجب واجيب نفس الموديل تاني اللي انا مثلا بوظت لها حواجبها واعمل لها نفس اللوك تاني علشان اظبط الحواجب. الاي شادو نفس الكلام لحد ما كنت لحد ما ظبطت الدنيا. عايزه ايه؟ كنت عايزه فلات براش كبيره زي دي بس خلاص. انا بدي محدش كبير على اللي غلط ابدا، حتى لو انتي بتشتغلي وشغلك كويس عادي ممكن في اوقات كتير في حاجه تبوظ منك، ودي حاجه ما تزعلكيش، دي حاجه تعرفك ايه اللي باظ عشان ترجعي تصلحيه وتعيدي فيه تاني وتفضلي تتقوحي كده مع نفسك. يعني انا بصراحه كنت واخده الموضوع عند قوي، عند انا عناديه قوي في الموضوع، والعند ده بجد هو اللي خلاني اعرف اشتغل وانجح. ده مظبوط؟ بس هنا في اللايف. ايوه كبريش الخط اكتر من كده، هو اللي تحت هيبقى ابيض. هو ايه ده؟ بتكلم من فوق، ما كبريش الخط من فوق. على فكره هو اوله اسود اصلا. مين ده اللي اوله اسود؟ الخط في تمويه بالاسود، فن، في فن بيحصل. يا رب يا رب اتمنى ذلك. مش انا قلت لك اعملي الزفت ده؟ عملته معملش، المفروض يبقى كده. انا قاعده جنبك اهو، وبعدين المفروض ان انا هقطع نفس القطعه دي بس هنا. اسماء حبيتك في الميك اب ولا كنت مقتنعه لوحدك؟ لا خالص بالعكس، ما كنتش بحبه ابدا. وما اتعلمته بقى من اسماء حبيته. ايه الابيض ده؟ يخلق اختل 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 الوان الوان. واحده بتقولي ورينا صوره اللوك. لا سربرايز سربرايز او فريدي فاشل. شكلنا اه يعني شكلنا ايه يعني؟ بقول بنقولك هتلعب بنور الله. ايه ايه وريه صوت اللوك دي؟ ايه
ما عندكيش فيها بوش كبيرة؟ عندي. أعرض يعني قصدك؟ اه كبيرة تحمل فيها كبيرة. طبعا. عارفة هتلاقي فين؟ مش هنا. محتاجاش الكبيرة دي. الراجل دي هتلاقي درج مليان براشز. زربيح براشز بجد. عشان انا عشان البنطلون ده بيبان. باين. شكله هيطلع تحفه يا رب. ربنا يكبر بخاطرنا ويطلع فعلا. بس يا ماما حتى لو فشل انا ماليش في الشغل ده، انا بشتغل على رايس. ايوه دي حجتي. تخيلي انت ايه حجتك بقى؟ لا انا هبقى شكلي وحش قوي. ستره وغطا دي فاش اضحك وانا بعمل اللوك ده. شايفه مرعب. هتعمل ايه؟ انا المفروض انضف الابيض اللي تحت ده يبقى شارب قوي. هجيب براش ثانيه انضف بيه. المفروض ان انا اعمل كونسيلر عادي. انت امر كل حياتك ولوكاتك امر. ايوه بس طبعا ايوه انت تقعدي تحطي بقى كتير بقى. انا هتشل هنا. عايزه اقرب الموبايل صبر ايوب. عايزه الكوتون بات. ثانيه واحده. هياخد الكوتون بات وهنضف بيها الاول وبعدين ارجع احدد عشان اسهل على نفسي الشغل شويه. عشان انا ايه خلقي ضيق للهبل ده. اصدقه بتنضف حلو. بصي نضفت بسرعه ازاي عشان هو الوانات معفنه مش ثابته. انا معرفش ايه الوان جامده معايا كده. انا معايا كريم اكتر من كده. ايه جامده في صعوبه كده يا حبيبتي. هي عشان كريمي قوي 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 كده ملهاش كفر. يعني في ايه؟ ما اقولكوش انا بقى في التفاصيل المعفنه دي. لازم اقعد كده. شكلها اتظبط اكتر. الاثنين بقوا نضاف. بصي كده في اللايف شوفي اللي فوق اتظبط بالظبط. ايوه كده قمر. بعدين هاخد بقى انا حاسه ان انا هحرق. وريهم وريهم. بصراحه كده انا بحرق. انا معرفش محدش قال لي ايه ده. انا معرفش. ما انا هحلق دلوقتي. ما انا ايه الرسمه دي؟ ما ندري. هاخد كابوكي براش وهاخد اللون الابيض ده
وهبدا الون بقى كل اللي هنا ده. ايه ده؟ طب يا ستي ماشي انت شايفاه، بس هو المفروض يبقى لونه كده. شايفين اللون اللي طالع واللون اللي بالك معفنه. هي بتدفع في حاجات تانية بس مش عارفه ايه. ما تاخدي يا ندى، انا مستنياك تنزلي ايدك. ما تقولي لي انا ما اعرفش انت عايزه ايه. المفروض انها لون الجزء اللي تحت ده ولون الجزء اللي فوق ده. فاهمين الدنيا؟ بيضحكوا على مناظرنا. والله حلاقه ما بهزرش. انا شكلي مش بحلق، انا شكلي حلو. انا مش عشان خدودك. ما تضحكيش. ايوه كده هبلة. شايفه الخط ده لسه ما ظبطش. بصي لسه خليه كده في الاخر. ندى بتموتني. انا ده شكلك بتضحك. ايوه بصي خطي يا ندى خلاص هطلع لكم. بصي بتقولي عفريت استغفر الله. ما تعمليش لحد كده بشكلك شكلك عاملين. احب اقول لاستاذه بوسي اول ما تقولي اعوذ بالله من الخبث والخبائث الله يبارك. لو احنا شايطين بقى فاستعيذي بسرعه، استعيذي بسرعه يا بنت. اديله استعيذي يا بنت. ندى انا اللي اكلت الجبنه. يا رب على قله القيمه. جماعه اللوكات دي حلاوتها ان محدش يشوفها وهي بتتعمل، بتشوفوها في الاخر. لكن انا سوري مش هسكت. كلام عظيم وفي محله. بتتريقي؟ لا والله العظيم ما ينفعش حد يشوف المناظر دي. يعني انت طب على فكره منظرك رحمه، انت بجد منظرك رحمه. تمام ندى والله اول ما تعدلي الخط مش هيبان خدودك. انا تعرفش بس بتاعك ليه ابيض من بتاعي؟ عشان انتي فردة بكابوكي. المفروض افرد بفلات. ايوه انا جايبالك واحدة مش عارفة دي تعملي كيف نفسك. انت خلصتي؟ لا انا بحدد بس. طيب انا جايبالك اتنين اعملي. هي قالت لي اعمل بفلات براش عشان اللون يطلع معايا ابيض ابيض كده. كانك هتعملي فاونديشن. شاطرة يا ندى. لا بقول لكم انا ميك اب ارتست سبيشال افكت قد الدنيا. ندى بتحب قوي السبيشال افكت، وانا بصراحة بسمع كلامها فيه يعني عشان اللي مش فاهم في حاجة ما يفتيش. حلو يا ندى. عايز الوان ميه على ما تخلصي. بيشقق لما بينشف، مش فاهم حاجه. هو كل ده هيتثبت، احنا مش هنسيبه كده. الوان دي عامله زي الفاونديشن، كريمي قوي. فاول ما بثبتها بشده عامله زي الفاونديشن الرمه. معلش يعني ما تعبيش في فاونديشن اصلا انا الرجي بالبلد دي. فحسبي الله ونعم الوكيل. بصي يا ندى الحبايه ملا حط ابيض حط ابيض. بجد الحبايه مش راضيه تتدارى. وبتوجعني. ايه طالعه كده؟ دي كانت بتوجعني من هي تحت الجلد. فاونديشن نود بيشقق. انا لحقت كده اول كلمه فطبيعي يبقى بيشقق لان فاونديشن نود تقيل 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 جدا. لازم تخففيه بحاجه. اوعي اوعي تحطي قلوم ميه على وشك. ده انت هتلاقي وشك. لا في واحده معانا مدرسه اطفال ومدرسه اطفال. لا بتحط الوان ميه، بتحط لهم الوان ميه خاصه للوش. لا لو رش ماشي، انما الوان ميه بنرسم بيها اوعي تقربيها من وشك. في امل طول ما انت معايا. هديكي انا موزيكي تيأسي طول ما انت معاكي الخلقه العكره دي. مش هديك تيأسي. انا مينفعش نضحك، اللوك بقى وحش قوي. قلنا نضحك. بابا حلو قوي يا بنت احنا عاملين كده. جيب لك الموز.
والله يا عسل انا مظبوطه لحد دلوقتي بشوفي نفسي تمام تمام والله جيت بدري في ناس بتقول كومنت وحشة اي كلب بيقول كومنت وحشة هو زي الكلب مش هنقرأ الكومنت بتاعه اصلا هنفضل ايه كمان بصي كده ليه ما بصيش كده كامل قاعد اصلا بيبص لنا بقرف اللي هو ايه اللي انا عندي في نفسي ده ده حتى فوق ما اعرفش ايه تقولي انا عايز احلق انا ما اعرفش الموضوع ده معاك غريب امان ايه خرفان لما كان طالع كشاف عشان كده ما كان كده طب انا ايه كامل واحلق برضو ولا ايه ولا هي عشان مراتك هتقول لها جوز مفيش زيك بجد يعني لا لا عايز بكره اجيب لي جوز وخليه يطبل لي شغل انت حاطط في نفسك لا هو طلع على فكره لسه جاي دلوقتي بتقولوش كده على جوزي جوزي بيحب اللي انا بعمله صح يا كامل؟ نعم انت بتحب اللي انا بعمله؟ مهما كان ايه هو ايه؟ جوزي 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 يعني بجد مش كوم مش كوميك لسه لسه ما خلصتش خلص الالوان ده يعني بيتنا انت بتعرف الناس ما ندري الناس اللي طالعه ما تقول تحفه وجميل لسه بايدك دول ما فيش زيهم دول خاطرهم دي ناس بتفهم في هم مفهمين انا بعمل ايه هم حاسيني انا هدمج بس اللون ده عشان ارجع اثبته ما يبقاش فيه خطوط او حاجه ده حتى تحت عينيا كونسيلر يا كامل استنى بقى هو طب شوف الفرق يا بنت مش سهلة ومش مستاهلة ترسمي حاجة على الأبيض ده كل الأبيض ده هترسم عليه هي الرسمة هتبان عشان البيز أبيض دلوقتي هثبت ب مش بلوز باودر بقى بحاجة بيضة كده لون شادو بس ممكن اجيب بالت اكبر ايه لا هثبت بشادو مش هثبت باودر احنا مش هثبت باودر احنا هنثبت بالالوان لا عشان اثبت تثبيت خفيف لازم الاول عشان الالوان لما تندمج البتاع ده كريمي جدا وفي اويل كتير هيبقى شكله مقرف اي حاجة بتعمليها عظمة مش حوار يعني سمعت كلامه ايه ولا سمعت كلامه الابيض ده من بالت الوان هم برضو بيسألوا الله يعني بلاش يا نهار اسود وهثبت كده حاجة حاجة دي كابوكي بروش حجمها صغير كده هتاب وانا بتاب بخفف ايدي عشان اللون ده بيتحرك بسهولة جدا اللي ورايا دي ستارة ولا ايه اكيد مش موقفه واحده هنا اكيد اللي ورايا ستار مش عارفه اضحك مش عارفه اضحك ولا اضحكنيش تمام مالك يا ندى مالك بص بس على حاجه عايزه ايه قولي لي وانا هقول لك خلصي عايزه ايه قولي نفس البروشتي عايز حاجه تثبتي بيها الابيض بصي كده على الباك يا في خناقه في ده كمان يلا يا كلب لازم اشتمه قبل البلوك اللي هو ايه مش عارفه ارد عليها ويبقى بيتشل كده فين عملت له بلوك البروش بقولك ايه انا البروش بتاعي بتوعي دول غاليين قوي في نفس الدور البروشز معفنه ممكن نستخدمها في البنطلون ده البنطلون ايه استنى بقى عشان بنطلون ده يبقى حورية
برا سامحيني للبر حاولي تشديني طلاسم طلاسم طلعي اللون شوية عند عينك يا ندى عشان في فرق كبير حاضر سلمى سلمى مين سلمى ايه سلمى انا فاكراك بتقول سلمى كنت اقولك سلمى في الطيارة بجد ايوه الساعة 10:30 يعني كده زمانها قربت توصل هي وما هيوصلوا واحدة ليه معرفش هي قالت لي ميعاد النزول الطيارة واحدة عبال ما بينزلوا والشنط تنزل الشنط طبعا اجيب الالوان دي منين ما تجيبيهاش ما تجيبيهاش معفنة انا كنت بشكر فيها انا امتى شكرت فيها هي دي اللي بتشكر فيها وخلتني اجيبها غصب جبتها طلعت معفنه لا انا بس يا بنت بشتغل بيها على وشي كله ما انا بشتغل بيها على وشي كله اهو يعني شو يعني كابوكي براش يعني فرشه مضغوطه كده وتخينه وشعرها قصير ماسكه نفسها الناس بتحبني بصي بتاعتك ابيض مني برضو نية كله بالنية كله بالنية بس بقى تقولوا لي ده شبه مين اللي اكل الجبنة ابيض قوي ليه الميك اب بتاعك اوفر خدمة نفسي اخد النفس ولا رد عشان انا شخصية اوفر ما بتحب عشان انا شخصية ما بتحبش الهدوء في حياتها بحب الدوشة والزيطة والصوت العالي والميوزك العالية وبحب الاوفر والافوارة واللبس المأفور والاكسسوارات الكتير والالوانات الكتير انا حد كده يشوفني يصدع ايوه انتي ذوقي اتولدت لقيت ربنا جايبني كده اقول له لا يا ربنا رجعني تاني اقعد اضحك كل ما ارد على حد تقعد اضحك وده اللي فرحين فيه كنت تلميذ من تلاميذنا هموت امال ايه هو انا ايه ثبتت التثبيت الايه اللي مش قوي هو ايه بقى ما بتطلعش حاجه هو خدي انا خدي معاك ممكن اعدلك الخط طيب انا تعالي تعالي كده قدام الناس ايه ما تضحكيش بس عشان يطلع معايا مظبوط وانا حاسس ان لايف يعني بصي ايه حبيبي لسه ما وصلتلكمش بيئه جدا ما فيش اي حاجه بتضحك خليكي في حالك خليكي في حالك دي بلوك دي بلوك اما هي نفس اللي قالت لي انت اوفر ليه خليكي انت يا اوشا في حياتك الجميله السيمبل وانا هعمل لك بلوك عشان تطلعي من حياتي الاوفر منعكش انا ناقصه انا مرضت ده انا استمرد فهمتيني؟ اي كملي بقى ندى قبل ما تثبتيه ممكن تدمجي في بيوتي بلندر؟ اه وش اختم ليكي وصلتيني وش عايزه كريم عبد العزيز يرد عليها احسن اوشه اترزعت بلوك جماعه اللي مش عاجبه اللايف يخرج لا يا جماعه اللي مش عاجبه اللايف يرزي فيا وانا هعمله بلوك دي فكره احسن بكتير من ان هو يخرج حتى لو هدي يلاقي حاجه يتسلى فيها قلبي اجد ده انت بيئه جدا بصراحه كده احنا ربيت شوارع بصراحه ايه هما مش هيفهموها تربيت شوارع هما مش هي فاهمين احنا ربيت شوارع احنا مش تربية شوارع
احنا مش كده. تقولي شعري شعري هناك احنا احنا على كلام قوش. انا ممكن في 3 ثواني احكي لهم القصه ولا هيهمني. سلمى 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 مع السلامه يا سلمى. هو محدش هيلحقها ولو حصل في حاجه محدش هيلحقها. بعد كده بقى هندخل على الاي شادو بقى. معلش يا ندى افتحي الموبايل خدي البالت المعفنه دي ليكي. مش عايزه غير وبعدين بقى هندخل بقى في الاي شادو بقى في الغويط العميق. اول حاجه هستخدم اللوس اللوس شادو. اللوس يا جماعه مش مركزه انا بعمل اللوك ده عايزه افضل ساكته بجد. اللوس هاخد اللوس ده لوس بقى تنفش الدمين ده اسمه لوس شادو. سمارت صوت لوس شادو من براند بيرل لونه فسفوري. بس حاسه ان انا بجد بجمع الكلام عشان اقوله بجمع جملة عارفه اجمع واكسب. احنا مش قادرين نضحك في اللايف على فكره. انا قلت مش هتضحكيش في اللايف. انا ما بضحكش. بس كده انت بتعمليه خلاص والله كمل حلاقه. واحده بتقول لك ايه العب يا بالها الكلام كمل حلاقه الخرا ده ونخليه ما يقفل. ما اعرفش مش عارفه اعمل ايه. ابتدينا اللون مش باين اصلا في الكاميرا. مهم التصوير ده في التصوير هيبقى فظيع. احنا الحين احنا بنقول يا هادي عايزه اسمعك. وش وش ده وش وش يا رب يا ساتر. ابعد عنك عننا قوي. ابعد عنك عننا. سلامي يا بنتي. يعني انا نفسي ما انا عامله كده. ايدي ايدي ماشي. وش وش فعلا الله وشها مش لطيف. استغفر الله العظيم الناس القرف. بصي يا ندى احنا هنستخدمه ازاي. انتي بتاخدي لون تخففيه هنا ماشي يا حب علشان ما يضربش زي ما ضرب في وشي. وبعدين هاخد اللون من نفس اللون. خلاص يا ايه انا عارفه يا ايه ممكن بس بتغلف مناخيرك ده. هو ايه هاخد لون بينك وهدمك في اللون الاورانج. كيفي كده افاتار. يا ريتها افاتار كانت تبقى اسهل. ده افاتار ده سهل جدا. انت عارفه افاتار ده بياخد كام ساعه؟ ما ياخد اللي ياخده. عظيم. يا رب تفتحي الزفت. انا بقى واحدة تقولي احلى كلاون. مش هعرف اعترض على كلامك عشان شبه فاكر. افتحي الموبايل. هم يعني يا جماعة ان احنا نستخدم كل الكالرز اللي عندنا هنفضل ندمجهم على الابيض ده. ايه يعني ايه الكلام ده؟ دوسي دوسي. طيب
جماعه الخبره بالنهايه مش هسمع صوت بس بتعصب عليهم وما بيقوليش حاجه. فراخ تقولوا اهي عامله عظمه اهي عامله عظمه انتوا ما بتعملوا عظمه بيتريقوا عليها بس انا ولا بيفرق لي الكومنتات السلبيه تحت رجلي. ندى مش عايز تهدير في الالوانات معلش انا بحتاج لحاجات اخرى. انا لسه في نفس الغطا معلش انا مش عايز تهدير في الالوانات انا لسه في نفس الغطا باشا بعرفك والله كده مين مقترح ليك لوك انت منك لله يا بعيده القرف اللي انت مطلعنا نتهزق الراجل اسمها العبره بالنهايه صح هي ده لا انا 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 بقي بايظ النهارده ما اصل اتكلمت في الكورس كتير فالمفروض ان انا بعد ما بتكلم في الكورس كتير برجع اسكت بشرب ينسون بس كلام ما عملتش كده اعذريني يا سرايا ايه رايك يا سرايا سرايا هتطبلي طبلي لي يا سرايا انت جامده بجد ما شاء الله تخيلي ان في واحده شايفاني جامده الحمد لله. بصوا انا عايزه اقول لكم ان الاعلانات مالهاش دعوه باللي في الحقيقه يعني في الحقيقه هم مدموجين في الكاميرا مش مدموجين فانا عماله اظبطها على الكاميرا لاني لما اجي اخد الصوره هتطلع زي ما هي في الكاميرا عندي قدامي فانا بظبط على الكاميرا اكتر ما بظبط في المرايه. بتقولي في الاخر هيبقى اكن كامل مديكي روسية يا ويل العبرة بالنهاية مش عايز اسمع صوت في امل حلو نفض بس اللي وقع على مناخيري ده اي هتنور في الضلمه حصل بشرتك حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل فيك كلب خسيس بتعملي فوق زي غروب الشمس هو بجد فعلا مش باين غير كده ايوه اصل هي مش هتعمل كده اصلا هو انت في ايه؟ في ايه؟ انتوا الاثنين؟ ايه كده؟ بتعملوا ايه؟ بنعمل ايه؟ احنا غروب يعني شمس إيه؟ بسم الله ايه يعني؟ غروب شمس عبره بالنهايه انت جوزي إيه؟ بتتنمر عليا دلوقتي انا مش بتنمر انا في ايه؟ مالك؟ ايه؟ في ايه؟ ايه؟ ما تتكلم ايه؟ ما تتكلم ايه؟ وحش شكلك مش عاجبك اللي احنا بنعمله انا مش عارف انتوا بتعملوا ايه؟ طب ما انت مش عارف اتفرج زي الناس بقى الناس بتتفرج وساكته هي مش عارفه انت غريب جدا جدا جوز مش مشجع صحيح ايوه في اشاده على الحواجب بس عشان معصبها في واحده بتقول انت هتعمل فوق شمس وتحت بحر امال فين نزل الموبايل اهو تحت هاتي الستين يا زفت الطين انتي واحدة بتقولكم بتعملوا علم السنغال يا اعداء الوطن مين السنغال ده؟ اللي كانوا اللي هما كسبونا اللي احنا اول ما خسرنا هما احتفلنا عملنا الله ايه ده هو علمهم كده؟ لا ندى الستنج فين؟ جوزك فضل ساكت ومتحمل بس ما قدرش يفضل ساكت تكلم خلاص عايز بس العبرة بالنهاية لو عجبك بقى في الاخر هطلب الطلب
عشان بتتنمر عليا. خلاص مش هيعجبني. طب انت ليه؟ ندى بتعمل ايه؟ ضربه نفس الضربه اللي انا ضربها، ما تقلقوش علينا. الكيبورد اهي كان فيها ما الكيبورد. جبت التليفون كامل. طب ابعتي له الصور كامل، عايزين تليفونك سن ماشي. طب وريني الصور. هي فين؟ هاتي الصور تلاقيها على الصور. فين؟ يا هي افتحي الصور يا هو شايف شايف انا شايفه ده بجد بتقصير الايس كوفي اللي انا بشربه في عز الشتاء. لا ده بجد ده مش الايس كوفي. جماعه انا ممكن اقفل اللايف عادي جدا واكمل اللوك وبعدين اطلع لكم بقى اعمل لكم سربرايز. ايه رايكم في الفكيره دي؟ ايه رايكم؟ لا ردوا ايه رايكم. شوفوا شوفوا اخد متعصبوها ووصلتوها لايه. كامل بيهزر يا بيبي بيضحكي افتكرت اوسط. طب اقول لكم على حاجه، بصوا كامل حرقني في ايدي شايفين. قابل قابل بقى ورا الكومنتس بقى وقابل. يعني اطلع ماما كده مثلا ماليش دعوه، بس انت حرقتني في ايدي وكان قاصد بيعملها بقصد. زفت الطين تليفونك ده راح عليها. طب افتحي. لا بقول لك ايه، انا مش هقدر كل شويه اقول لك حطي ايدك. اصيل يا برحاء ايه حقك؟ ايوه حصل. لا بعد ده كله تقفلي. ده انا جات له ده انا جات له اعلى لوك ده ميه لو عملتيها. انا كنت مسكت باليت الالوان، كنت مسكت الالوان دي رشرشت على وشي بيها كانت هتبقى احلى بكتير. وانت فاكره دي المطرشه اللي هتطلع لك؟ اه كنت عارف تعملها برزنتيشن جدا. دي دي اه دي انا بحسب دي اه لا دي اه انت عارفه؟ معندناش اخضر. لا اهو ايه ده وانا ما بستخدمش. وفي اورانج اهو بس انتي مش فاتحاه. بصوا اي الوانات اي الوانات هنعملها. تفتكري الالوان دي بتنور في الضلمه؟ انا حاسه انها نفس الليد اللي انقرض. كامل ما تقرا الكومنت بقى يا كامل، والله ما عارفه اركز. انا مركز معاك. طب اقرا الكومنت معلش، مش عايزه افضل ساكته كده. كلهم لسه بيتكلموا في اللحظه. طب ما تقرا يا حبيبي. يا رب تليفونك يبوظ. فرنسا ايه؟ واحدة بتقولي كلام تبعك من فرنسا. حبيبة قلبي ندى افتحي قناة الخرا على دماغك. ايوه في الجملة دي كامل بيقولك انا مركز معاكي بيصالحك اهو. بيصالحني يعني هتصالح؟ ما تقولش انت اه هما اللي يقولوا. شفتش بوكسات اكتر؟ نوع ودرجات الروس باودر.
لا احنا حاليا مش بنرد على ميك اب لاني حرفيا مش مركزه في اي حاجه. كملي واسطه مجد. امال انا مش واسطه انا مستنيه العظمه دي بالاخر. انا كمان. ايوه صح ماشي خلاص صلوه حاجه. لا 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 ست ورش متكامله ابدا بيها. لا اقرا للبنات احنا بنتكلم فاقرا اللي احنا بنتكلم فيه لاني والله ما عارفه اجاوبهم على اسئله دلوقتي انا مش مركزه. ما هو انا بعمل كده انا ما ببصش. انا عايزه اشوف بقى هو ال- 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 الشنب والدقن معانا. اه كل دول الا بس الشفايف. الصوت راح ليه؟ اي شكلك زعلانه من حاجه او متضايقه؟ لا انا مركزه. انا مركزه في اللي انا بعمله ده. انا مش عارفه ايه اللي انا بعمله. انا بشوف المكان اللي مش محطوط فيه لون وبحطه. انا بهزي. خلاص هسيبك انت بالله. انا بهزي بجد. ما هي شفايف اسود. انا عندي متاخر جدا. بابا شايفك بيقول لك وانت بتعملي ايه؟ بعمل لوك فانتازي يا عم. حطي اخضر. صح. البيجمنت بتاعه لا الروج اسود. بطخ يا استاذ معتز. ما بطخه. هروح فين تاني؟ طب انت برضه خرجت على النص؟ نفس التطبيق. حطي ابرك تاني. افريكانو. انا عايزه احط تاني مفروش اخضر. فانتازيا قوي واخده بالي. نهار اسوح. وريني ندى. احنا هدومنا باظت. خش يا ندى. لسه لسه بدنك بدنك. بابا بيقول لك الله ينور. طبعا عمو شايفني بشطب حيطه اصلا. وانا ما وانا مش هزعل منه. مش هزعل منه بس انت طبيعي يا عم. مستو ايدي. كان لازم نعمل لوك ده برضه. لا احنا كان لازم ما نفتحش لايف علشان احنا مش مركزين. انت مش قد قلبتي. منتخب السنغال ده هو السنغال ده شكله ايه طيب؟ اخضر في اصفر. هو اخضر في اصفر بس انت حاطه نفس الالوان يعني اللي هم بيرسموها على طول باين. بجد؟ انا لوك متاخر ممكن 5 دقايق لايف اصلا متاخر 5 دقايق ممكن. هتلاقي النت عندك هو اللي فيه حاجه. بس يا راجل ايه يا عم اسمعك كفايه اصلا وحطي اكتر تاني بس يا ندى عشان انا مش عارفه انا لو باظت مني وبصت مني. اه مش هعملها. اه شغال؟ ايه يا شيخه؟ اشتغلت؟ اه هفرد يا خال. يلا يا ندى خش
فوق عيونك هتعملي ايه؟ هركب لاشز بس فوق العين ولسه هكمل بقيه الرسمه عشان دي مش النهايه. لا دي البدايه. ايه ده هو لسه بيكمل؟ اه يعني لسه عملنا حاجه؟ ايه ده يعني هو الالوان دي وفي حاجات ثانيه مرسوم عليها؟ ما انا عمال اقول العبره بالنهايه العبره بالنهايه العبره بالنهايه وانت عامل فيها مش جوزي بقى وانا اتعصبت بقى ومش هخبي على فنزاتي. خلاص يا مروه. ها بتسحبي افكاري ليه؟ طب ما انا قايل لك الفكره ايه؟ على فكره انت احلى مني. لا والله انت عالي كده؟ انا مش دمك كويس. احنا اثنين شبه بعض نفس العكعكه. يابا احلى عكعكه عليك بجد. ها متهيألك ايه؟ ما تروح. ايوه انا كنت مستنيه. قول. لا لا انا عايز اسمعك. بداية واحدة تقولي بداية داخلة على البندانة ولا ايه؟ مش هرد عليك. ايه دي يا يوم؟ تعالي يا اختي قولي لجوزي ما تقوليليش انا. على فكره انا لا انا عارفه ان هو هيطلع هيطلع جوزي. انا عارفه ان هو هيطلع عظمه انما جوزي مش واثق فيا. لا والله بهزر. طيب سامحك يعني. مزمار العصفور اللي مطير العقول ده. هو ايه ده؟ مزمار العصفور. هو يعني ايه مش فاهم؟ اللي شغال ده مزمار العصفور. مطير العقول. استنوا يا جماعه بس استنوا عشان انا عشان مش سامحه جوزي. ليه طيب؟ وانت نفسك والله انا عارف اللي هيطلع فيه حاجه جامده قوي هتطلع في الاخر. هي هي لا والله انا عارف. بصي الفرشه يا ندى جامده ممكن تصوروا الفرشه. طب بصي الفرشه هنا هي ندى تبقى اختك ولا اختك تاني؟ ندى بنت خالتي. والله ما شاء الله 5 10 و4 بنت خالتي بنت خالتي بنت خالتي. ايوه ما اللي عارفين يساعدوني على فكره. ندى افتح. انت بتجربي ولا ايه؟ ده مزمار عصفور. ده بيتهرب يا بابا. ما تعليش اللايف هيك. عملتيه يا عربي؟ لا خلاص انا تعبت. تعبتي؟ ده انا لما اخلص اللوك ده يا كامل يا كامل. طب انت مش عايز تساعدني في اي حاجة؟ طب اقفل كمان الانستجرام وافتحه تاني. اقفل الانستجرام وافتحه تاني. انا
انا بعمل زي شادو خفيف كده على اللون الاسود اللي انا عاملاه ده. يا كامل لا اقرا لنا يا كامل الكومنت. لسه والله لسه حاضر. بتعملي فراشه انت ما شاء الله عليكي شغالي منير. اللايف بيفصل المشكله في كده. احنا شغالين اغاني وبعدين الموبايل ومبطيين. بدا اللوك حلو. انتوا بتعملوا ايه يا جدعان؟ انا لسه جايه. بنعمل ايه؟ حط ليزز. ما ندري حط العدسات لما اخلص. دي فرش صح؟ مش بتحط دايما والله. بحبك قوي. انا كمان بحبك قوي. في مسابقه على اللوك ده ولا لا؟ مسابقه ايه؟ هو في حد هيعرف يعمل القرف ده؟ دي فرش. يعني ايه دي فرش؟ اه فرش. بحبك ردي عليا. بتي وانا بموت فيك. متوقعها من يومي. عظمة الصبح وبالليل كده مش معقول. احفظ اللايف. احلى واحدة تلعب بالالوان اقسم بالله. هو انتوا شايفينه يعني شايفينه في منه امل؟ انا برسم دلوقتي بعشوائية وبعدين في الاخر هنطف. ربنا ياخدني ربنا ياخدني يا رب. يا رب ساعتها بقى مش هعيط. هعيط عليك كده؟ أنا في كل حلقاتك يا يوري. الله يكرمكم. عايز اخد لون افتح واخلي ده ما يبقاش يا اختي. هيطلع عظمه علشان انت اللي عاملاه. لاف يو. صالح في النينجا. لا ضهري انا يا ماما. وريني وصلتي لحد فين؟ وري البنات. الأخضر ده ما كانش. هبقى بقى حدد؟ مش فاهمة اللوك ده. ولا أنا فاهمة اللوك ده. محدش فاهم حاجة غير ندى. والله بتاعك جامد. شدوا اللي احنا كنا بنخمس فيها فني بقى. هو بيقول كده؟ لا طبعا انا بخمم من عندي. قلبي انا ملومه وتضيع علومه. واحده بتقولي طب هنستفاد ايه من اللوك كده؟ تستفادي ايه؟ انك تهدري كل الماتيريال اللي عندك، تبوظي كل الفرش وتغسليها، تقطعي علاقتك ببنت خالتك، تطلقي من جوزك. بس كان بيبصلي ازاي؟ بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ لا انت مش مركز. لا انا بس بعمل حاجه ثانيه. ايه بتقولي؟ ما انا حاسه هنصعد شبه سلاحف النينجا بجد. اه ما انت هتعملي بقى ليه كده؟ لا طيب احنا لسه مش عارفين. لو انت عارف برضه؟ بس متخيل. يعني وش بعد يا رب فك الديك. هو يا جماعة
في امل. هو انا حاسه ان انا شبه سلاحف النينجا بس برضه حاسه ان في امل. بصوا مش هوقف. عايزه اقول لكم ان اللوكات دي حرفيا ما يعني ما تعرفيش تشتغليها بميك اب اصلا. اهو عمرك ما هتطلعي منها نتيجه زي ما هتطلعي نتيجه بالالوان. قلت لك هو الميك اب بصي اوريدي بتعمل بيه اي حاجه بس لما في حاجات هتدخلي الواناتها في بعض. ده كان عايز الوانات ميه. بصي وقت تقولي بصي هو في حاجه حلوه بتحصل يعني هي مش فاهمه ولا انا فاهمه بس هي حاسه زي ان في حاجه حلوه بتحصل. شو بسيلك ندى؟ بصي عليا وقولي لي الامانه. حلو فشخ اكنك عاملاه زي 3D. دي اكتر حاجه عجباني. عيد ايه بقى ال 3D يا جماعه؟ اكن الطبقه خارجه بره وشك دي. فاهمه اكن دي عملت اللون جوه عينك. عملته غامق وضربته بني. ايوه فضلت منكي البني ده مع السحاب هيبقى. كمان بتحبني رغم هذا المنظر؟ طبعا. ايه طبعا. اوكي نفسي اشرب شاي. طب ممكن كمان يعمل لنا؟ طبعا مش هيطلع زي شاي. طيب اي حاجه ماشي احنا راضيين. تمام قوليله انت بقى. كمان انا مش لسه عامل لك 50 كيلو ورا بعض. طب عادي. طب يعني قدر تتقدر مش كده يعني. انت مش شمتهم اتبسطت بيهم؟ بس عشان مش فاكر. اي كلام اي كلام. فين البلد؟ واحدة بتقول لي ايش تخبصي انت؟ السلام عليك. انا كده كده. شكلي كل كرتي. طب طماطم ولا جبنة؟ كان هي مليون إلي. طب هو إيه؟ هي طب كراتي طب كراتي من مين ندى دي؟ واحدة لقيناها في الشارع. دخلتي عملتي ايه عشان ما تخش بيتي؟ رفعت شفتي وخرجت. ادخلي بس لما مناظرنا دي. المشكلة ان في بيقول لك احفظي اللايف يعني فاهمة من حلاوته؟ بجد انتوا شايفين ان احنا ممكن نحفظ لايف. ندى وطي ده. ما تسيبيني اضحك. ما تسيبيني. ما هو ولا بلا ميك اب ولا ضحك. ثانية واحدة. دي عبير رأفت. دي عبير. يا حبيب قلبي اعملي اللي انت عايزاه. قولي اللي انت عايزاه. خلص ماشي. هبطل. انا بحسبها واحدة يعني. ندى شبه سو ايه؟ ايه؟ سنكر لمعدورة.
انا عمال اتقلب جامد جامد والله العظيم. سانكر لا تسرق. انا مش ده القرد. سانكر لا تسرق. مش ده القرد وحرامي. يا لهو على السمعة. وكمان يا لهو على السمعة المعفنة. انا مش هرد على حد على فكرة. مفيش حاجة هتحبط. بصي صوتي. بصي صوتي. انا هنجيلك في وقت تاني يا يوم عشان شكلك مجنونة دلوقتي. ايوة بجد احفظي. ايوة بجد احفظه. يا جماعة فوق يا جماعة تحفظ ايه. هو انت شايفينه حلو؟ ايه رأيكم في الاخلاء ربي؟ انا نفسي اوصل لمرحله ان انا اقول ان هم بقى هينبهروا في الاخر. ايوه والله مين ايه اللي بقى جامد. لا ده انا ماشي. على ايه يا جماعه؟ على ايه؟ عجبني تقول لي كمان طلع قرد. انا مش هرد. انا مش هرد. الحمد لله الحمد لله. طيب بعد اللي احنا معاه ده هنقوم نشيل ونشرب كوبايتين شاي وننام كمان. اعمل لنا شاي وننام بقى. معنا هاي كمان. طيب حبيبي. وبعدين بقى انا زهقت فقررت اوقف لحد هنا. لما نخش على السحاب متلاقيش. انا قلت برضو في ايه؟ في سحاب؟ اه يا جماعه استنوا. لا احنا حواراتنا كترت بجد. سيبي مكان عشان في نجوم. وفي نجوم بتقولك دي تقريبا اتفرجت على لوك تاني غير اللي انا اتفرجت عليه. أعوذ بالله مش ترجي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. استنوا يا جماعة عشان لسه في سحاب ونجوم بتقول لكم. ظهري مات. ظهري بنت الله. كامل اعطيني نظره كده على الشاحن. معلش ايه بصوا فين. مفيش. مش حرام اهدار الماتيريال يا جماعه. دي واحده رايه الماتيريال بتاعتها في الشارع. مش حرام كله من اجل الفن. تسالوني بقى ده فن؟ اقول لكم لا. صح الجليتر يا نهار فين يا ندى البروش فلات كبيرة؟ خلاص افتحي لي الصورة. واحدة بتقولك في اسرار في اللايف عشان بتوشوشيني في ودني. انا اتخيل بقى كل حاجة تفرش تتقال صح. سحاب ده ولا مش سحاب يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ ايه حلو؟
اسماء جد بتقول ايه؟ هو انا نام شويه وخليك اعمل كده في نفسك يعني. معلش يا ابله اسماء، معلش انا قلت ايه؟ بصوا انا طالع اللايف ده اصلا ليه؟ طالع اللايف ده علشان برجع من الكورس انام، انا مش عايزه انام بعد الكورس عشان اصحى فايقه تاني يوم. فقلت بس ما فيش غير اللايف، انا اراضي في الناس والناس تراضي فيا. ايوه انا ممكن اقول لك ان في مانع ان المونتاج بتاع بكره ما تعملش جزء من شعرها. لا انا سالاها والصوره اللي هي بعتها لي، بعتها لي 3 ارباع شعرها باين، المفروض ان هي هتلف تركي وهتلف سبانش نص حجاب. ليلى بتقولك شيرين ببلوك. على فكره يا ليلى انت كومنتاتك مش ظريفه. ازاي بتقول لك شيء بلوك وحضرتك بتقول لأسماء؟ أبو أسماء هي اللي عملها بلوك يعني؟ لو كل ألوان على أزرق مع سحاب كانت أحلى. احنا بنعمل اللي شايفينه، احنا بنعمل اللوك بجد، بنسمع الكلام يعني. انا مش عايزه اجاوب. بسم الله نخش على السحب. انا مش عارفة ابص على الكومنت، ما تقرا لنا كده حاجة. شكلك كده عاملة زي نشارة الخشب اللي بتتعمل في الحنة. ايوه هي صوت الدكة. لا شوفوا ده، شوفوه علينا في الاخر يعني. سؤال معلش، قاعدين فاضيين ماشي يعني، لا فاتحين من الداتا عندك ولا قاعدين راضي فيك في بيتكم؟ مش لما دي لك تتعني ايه؟ لما يبتقولك بس بحبك والله ما تسعليش. مين اللي بيبصلك المطبخ هو؟ كانت بيعمل شيء اللي بيقول لي بتعمل جبل في وشها. انسي وانا وانا بوريك. ايوه جبل طارق، جبل طارق. لا يا ديني على البيجمنت بتاعت الالوان على الشادو. اوبا السحاب الخارج التاني والله بقى كمان معاكم. الحق ده اللي بيقولنا انت عاديين فاضيين ده، ده راجل اصلا. مين ده اللي بيقولنا انت اصلا عاديين فاضيين؟ لا راجل دي كعورت مني شوية. فين؟ بيو بصي تعالي تعالي ايه تعالي هظبطها لك. اظهري هفرحها هتظبط. ده
ده كده كيس متكرمش في بعض. فاكر فاكر لما كنت بوريك اللوك بتاع التنين ودي ده ده فيه التنين انا بقى دبان 44 اصلا انا قريت كومنتات كتير تحفه حلو جامد نقرب للبرد عشان خلاص يا رب جبت اخري انا ريتني فتحت بقي ولا اتكلمت ولا ريت الكوكايه انا بس عيني حرقتني من الاضاءه انت من انت عينك حمرا جدا جدا هم بيكلموا بعض انا مش فاهم حاجه تحفه بس اظبطي الغمار الغمار على انفك مش عاجباني فعلا على مناخيري دي حاسه كبرت مناخيري جماعه انا عماله انسى ان انا فاتحه لايف اصلا في امل في ايه كميه السحاب دي ما السما واسعه اهي ما نسحب براحتنا متضايقه ليه ده ايه ده تنتهي غريب واحد تقول لي هتمطر امتى سيبوني باللي انا فيه انا لما بعمل لوكات مطرقعه ببقى عارفه انا بعمل ايه انما انا بعمل اللي دي عايزين اعمله شايفين السحاب ايه ايه شايفه التعليم القمر شفت بصراحة هي اللي معلماني السحابة مش هنكر انا لما اتعلم حاجة من حد اقول له انا اتعلمتها منك في وش اهو وطلع زي القمر والله حلو ايدي تسلم ايدي والله حلو لوك بيبان شفتوا ما تقولي يا بنات غيبت كده ليه افتحي ايه دي السما الزرقاء كده كفايه ما تقولي هاتي اصابك انت ما بتصدقيش تفتحي ايوه ده بجد ده بجد انا بقى عايزه امسح اللي على مناخيري دي حطي عليها الوان ما تنساهاش عشان ما بهدش الدنيا حطي عليها الوان ماشي هدمجها الاول وبعدين احط عليها الوان خليك في حاجة ماشي اوعى ايدك دي كده اوعى ايدك يوم ورا يوم فن احنا مش توأم بس بنقول الجمر في وش بعض بجد في بق بعض ثانيه في ثانيه مسحتها لاريك شويه اسمع ندى بجد انا برمش الموبايل بيقفل اعملك ايه يعني ندى ضحكتك لو كنت في مكان عام كنت فضحتيني انا اوريدي بفضح هي بتفضحنا هو كنت بصي ظبطت صح بصي لي لا بصي ايوه بصي هنا ده انت غريبه لا في الحياه غير السبب برضه كده ظبطت صح اهو نزلت تحت السكه يوم ورا يوم حبيبي ما جاني نوم حبيبي اديني جيت حبيبي واديني جيت تقربوا لبعض؟ بنات خالة الناس دي بتيجي بتيجي متأخر بنات خالة
الأغنية ينفع نعديها عادي؟ هي دي أغنية ايه؟ بتاعت الروس؟ لا هيفصل أستاذ مين؟ دي اليوم محتار بزيطة دي كنت عشان بقى تمسكو أنا هو أنا هو كده بيقولي عايزين يشوفوني لسه بس فضل لي كام حاجة زبطه هو مارك مسك الانستجرام بجد؟ مسكوا ايه؟ عايشة بزمن تاني هو انا عارف ان هو ماسك الفيسبوك بس شو؟ طب اشمعنى بيعملش كده في الفيسبوك؟ بيعمل لا حلوة يا فكرة اللي انت بتعمليها دي اذا بصير كده من ناحية تانية؟ فكرة ايه؟ الظل بتاع الظل بتاع السحابة ناقص سحابة في أورتك الندى بتاعتك ايه الندى بتاعتك؟ عشان كده أنا لسه بعمل في أورتي هي لسه شغالة في السحاب مخلصتش سحابها لسه هتمطر عندها أنا مطرت عندي أهي بتمطر أهي بينك حطي في السحاب لبني هي في الصورة كده لبني ملهوش علاقة بالألوان اللي احنا حطينا على الوش فضعوك جامد اعملي سحاب في قرتك انا؟ عشان انتي عاملة اتنين بس طب اعمل فين تاني ما هكمل بالنجوم لا النجوم صغيرة بتحط بين السحاب اعملي واحدة فوق كده هنا كده كده هما اجي اتصور هنزل البتاع كده بتاعتي بقى هنزل دي كده هنشوف التصوير ايش ممكن اضل البالون تاني مش عارفه ايه هو ممكن اورنج في سحابه باظت مني اشهر خير انا عجباني كده ابو بيومينك صحيح انا فكرتني في البنت اللي بتعتني في البيت انا يا جماعه انا عايزه ارتبط ايه ده حلوه حلوه قوي ايه ده فكرتني انا حاسه ان هي خانت انا عايزه ارقع 100 صوت للامانه يعني لو عايزين نقول انا حاسه بايه ها منك لله ده ايه لوك ندى فيه ما خلصوش تعالي وريه انا انتي عامله سحابة اقل مني اللون حلو قوي بجد معلش اللون حلو قوي بجد اللون حلو قوي بجد ايه فين خلاص لا هتلاقي انا بصيت عشان ما بيتوبش انا قلت بيتوب مسافر الموبايل
حظ يا ندى هتمطر عليك. اوف 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 يا لهوي قفلتني. انا عايزه انا فين الفرشه كنا عاملين نجرب بيها بره؟ انا مش لاقيها. ايوه بس حاجه ندى قوي يا ساقطه. نفسك انت في اللقطه. فكرت انا على بابلو يا ريس. لقيتها. ايه هنا بقى انا بدات افتي وبعمل حاجات غير اللي في الصوره. حاسه ان هي تمسح وشها وايديها حلوه وتقول كده ايه. سيب السحاب ابيض يا لا انا مش هلونه هسيبه كده. استنى وصلت في بعت مسج على البتاع قالت هكلمكم. يبقى وصلت يا ساعه كام كان؟ ها امي يا كامل بسرعه لم الغسيل قبل ما تمطر. انا مستنيه كامل بجد. ايوه والله واحده بتقول كده. شوي. اكتر راح فين تاني؟ مفيش مكان في وشي. طب ايه رايك في السحاب اللي انا عملته تحت البينك؟ هتبص في اللايف. طب ايه احسن؟ لازم تشوفوني وانا بمسح اللوك وبضرب ندى علقه. اشوفكم بخير وبافتكروني بقى. عيلة مقرفة. اراضيك كوباية شاي. لا يا حبيبتي جوزي عملها لي. ايوه ايوه كده احلى والله. ما بقاش صحيح. يبقى زي ما يبقى انا زهقت. اسكتوا بقى لما تطلع ده فيا. اسكت ما حدش ضحك ندى يا جدعان. ايوه بس هبقى اقول. اظن ان احنا دلوقتي نقدر نسيب الموبايل اصلا لاني فديت. وهي كده ما بصليش. وما انت عايزه تبني فنك و انا مش عايزه ابين فني بالقرف ده. ده مش فن ده هطل. ايه الهطل ده؟ احمدي ربنا انا كنت بقعد في لوكات 5 و6 ساعات وانا مال امي. احمدي ربنا والله انتوا مرحومين اكتر. شكلها مقرف. انتي اللي قعدتي تتهيألي شكلها مقرف. النجمة وريكي يا نجمة. انتي رجل اخطبوط بقى. انتي رجل اخطبوط. ايوه افتحي كده الموبايل وتقولي نجمة. عارفة ايه احلى حاجة في اللوك ده؟ انك اول ما تتلخبطي تقدري تمسحيها عادي جدا. هو محدش شايف حاجة. ربي حتى النجمة عايزة شغل. نعمل زائد وبعدين نوصلهم نجمة. يا عايزين في الجمال حسني. وبعدين اسحبها كده كده وحشه قوي برضه. يا فين النجمة؟ هي ضايعه في وشي بجد. اعملي علامه زائد صغيره ما تكبرهاش. هتلاقيها تعبت معاكي نجمة. نمسح تاني. هو حد شايف حاجه؟ انت تعرفي ان احنا في الميك اب عمرنا ما نعرف نعمل الهبل اللي احنا بنعمله ده؟ وانت فاكره ان كل لوكات السبيشال افكت تعرف تمسحي كل حاجه بسهوله دي؟ لا طبعا. لا طبعا. نهار ابيض. انا بس لوكاتي باظت بسبب ان انا بخطب. بعد اللايف هعرف ارد عليكي. ايه؟ نعم يا روح. مدرسه بكره هتعمل فيها ايه؟ مالها؟ بصي. بصي. ده اخر شعرها. ارفع الصوره اللي فوق وريها لي. ماشي ما هي مبيناه. هو هي عايزه ايه مني؟
شبه مين كده؟ حلو. ولو وحشة، ولو وحشة يا عم ده النجمه ما دام العصفوره يا جدعان. صلوا على النبي يا جدعان. يلا كله الا الوحده الوطنيه امسح. وحشه مش عارفه اعترف بحلاوتها. المطر حل. ايوه يا شباب هو ده المطر. مش عايز اسمع صوت بقى. ده لوك ربيعي قوي. يا ضهري دي بقت جنينه. هي فعلا بقت جنينه. عايز اوضك عبطه كبيره. هي قالت كده عبطتك عبطه كبيره يعني حضنتك حضن كبير قبل ما امشي واسيبك. تمام افتحي كده. عايزه اللاشز. عبطة كبيرة. هو ايه يا بنتي دول من لغتهم مش مصريين. انا مالي انا ايه عبطك دي؟ عبطك دي يعني حاجة ايه؟ عبط ايه؟ معرفش ايه اللي ايه مش غالية ده. طلعي لي دي. يا رب يا مسهل. كمل معلش انا عايزه المقص. يا الله حلو. وريهم بقى هما مش شايفينك بقالهم فتره. كمل عليا بقى. حس كمل عليا بقى. جامد. استنى مش محطوط عادي كبير قوي. هو كان كبير في حطي. مش عايزه تتعصب على بعض. ان انت هتتعصبي عليا ده انا هعمل فيكي عمايل. واحده بتقول انا اتخضيت من حلاوه. ربنا يعلم المخاطر. ربنا يعلم المخاطر. بصي هو احنا في الاول كنا بنعمل حاجه احنا شايفينها بعدين انا قلبتها خيال. تعرفي يا ندى ان انت اللي هتروقي التسريحه؟ لا ما تقوليش كده. اه والله. لا لا والله العظيم ما هتمشي من هنا غير لما تروقي التسريحه. بقولك هعملك شاي. ما تعمليليش شاي انا. شكرا شكرا يا ماما. هتقدر تصنع كوبايه الشاي بتاعتي؟ هجيب ريد بول. ما تقوليش يا حبيبتي. ما تقارنيش الريد بول بكوبايه الشاي بتاعتي. معلش. طبعا معلش. طبعا ده انت هيتعمل فيكي عمايل. ده الناس مش هتشوف. يا رب فك الديك يا رب. مين بقى هايتي؟ احنا ما نعرف. يور اكس. طيب يور اكس الفرنش ده شبيه. ما اعرفش يا كامل والله العظيم. انا يا ابني ابتديت في اللي انا ابتديت فيه ده. سويت ايه يعني؟ سويت شيفت. يتغسل لوحده؟ هو مش هيتغسل اصلا يا حبيبي. هو باظ ده اتقل. مين اكبر ندى ولا ايه؟ ايه اكيد يعني.
البنت السفروته دي عندها 16 سنه، هي اطول من العيله كلها، بس ما نعرفش ايه اللي حصل. الحمد لله. طب يعني انت مش شايفاني بقى بقص بيه؟ اوعي يا ندى عشان تصبت بجد. اتعصبت قوي يا ندى بقى. انت عارفه انا ما اتخنقش، ما اتخنقناش، احنا بجد ما اتاخرناش، ما اتاخرناش فين، احنا كده ما اتاخرناش. انا بقعد في روكتي بالخمس والست ساعات. ليه يا ماما؟ ايوه عشان مش 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 سهل يا جدعان، انا خلاص بسرعه عشان انتي مش سالكه. طب ماشي، بيعملي لوك كده كبير وبشوف هتقعدي فيها قد ايه. فكري بس اللي انت زي مش مفكرك اي حاجه عشانك مش عامله. انت مش جدع على فكره. انا مش جدع، ده انا رم. ربنا انت ما جدع. 16 او والله العظيم 16 ما بهزرش. لا الله اكبر بقى، ما شاء الله ما شاء الله، مش هنبتديها يا حبايبي. لو حصل لي حاجه مثلا امال اهلي، انا لو حصل لي حاجه هيبقى كله هيستعجل. هي 16 بصي الله يسامحك. هنكدب على الناس ولا ايه؟ انت ما تكدبيش. وانا ناقصه انت كام سنه يا ايه؟ 23. انتي الامل والمحتمل المستحيل ممكن انا انتي انتي كمان انا. اقفلي بقك. ايه 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 فين؟ معرفش. ندى بتعمل ميك اب اسمه ايه ندى؟ سبيشال افكت. سبيشال افكت ده اللي انفصل؟ لا شغال اهو. عايزه اقول لكم ان الالوانات اصلا قويه قوي في الحقيقه اكتر بكتير من اللايف. انت ماسكه ثانيه؟ لا حوارتك كترت، خلي بالك. ندى وصلت لايه؟ حط الروج. حطيتي اللاشز؟ البسها بس بعد ما اخلص الروج. صفحتك كانت اسمها ايه؟ هعمل كومنت دلوقتي وبعدين ثبت الكومنت بتاعي. كانت اسمها ايه؟ كاتريس. طيب ندى ليها اكونت تتابعه؟ اهو هثبت لكم اللينك بتاعها، هعملها منشن في الستوري. هتلاقي وبعدين انا عامله لها منشن اصلا في اللوك اللي انا عملته لها امبارح. طلع الكومنت بتاعي دلوقتي على الانستغرام. ايه ده مين ده طار؟ طار ايه؟ لا لسه ما ظهرش. ظهر عندي يا بنتي وطار. مش كاتبه انا اهو. ايوه انا لمحتيه ثبتيه. مفيش عندي كومنت اصلا. يعني مش كده. اهو اهو ثبتيه. انا اهو عامله فولو. اعملي بلوك. السلام وقت الحروب انت الشمس.
تحركيني على فكرة. I'm sorry. فرشة دي معفنة بس. كيف لازم؟ اطلق يا كامل. ليه؟ عشان اتعصبت قوي. طب انت تحسبها لمين؟ ليه المعامله دي؟ منه لله اللي عصبك. مش عارفه اتكلم عشان الروج. عايزه اكل اندومي. من انتي ساحرة القلوب. فين اللينسز يا لص؟ اخر دقيقة. يا لهوي بطارة بجامة باين. اللي انا عمالة داري فيه كل اللايف باين. بس خلاص بقى بس. المشكلة مش في كده، المشكلة ان هي فعلا لابسة البنطلون ومشلت. شوف ايه صوتك ده. انت ماكش قوي. طب انت كنت بتغني من شويه اتكلمت. حاسه اني عايزه اعيط. واحدة تقولي صوتك حلو قوي. ربنا يكبر بخاطرك. قوليلها ده صوت ندى مش صوتي. ونسيت كأني ما جيت ولو حسيت. هيغنوها عليك الأغنية دي بعد ما تروحي معاك. ده بجد؟ يا جدعان ايه ده بجد؟ في حد بيحب حاجه فيا؟ ايه بجد؟ دغري مين يا جماعه؟ غني يا ندى ده كتير. واتنسيت كاني. لا بعدين نسيت. ولو حسيت هتقدرني. ده انت هتقدرني جدا. ولو حسيتها تخسرني تقريبا. ودريت في قلبي نسيت على عيني. هي ايه دي اللي تلبسي؟ نيلة.
ايوه بتنقذني يا عيد اللي وصلنا لي سيب وعارف روحي لي كل شيء مش حافظه كل شيء الا الفراق فما تسيبنيش وانا مشتاق تمام عمري ده يا لي ونسيت كاني ما جيت ولو حسيت هتكسرني لسه مش باين بوف عليا بوف بجد بوف عليكي بجد بوف ركي بوف عليها حلو والله بوف عليها اقفلي والله حلو طبيعي بقى كده يا حلو بقى وبقى كده يجي فرشة الحوية قولولي واحدة تقول لك انت الاغنية راح تزعلي بنطلون مش هنا باين خلاص بقى يا جماعة باين بقى خلاص نقولك عارف مش حافظها والله انا عمالة اعبط فيها ندى فين الاي شادو اللي كان فيه اسمك قبل اسماء رايك في الميكو ميكو بما انك معانا في اللايف انت شخطيها وكنت عملت دماغي منها بس اني في حاجة نقصاني من فوق حبايب بقلب ندى وريني عسل وريني هنا عسل لا انا وايا مش اخوات هي نقول لسه زي ايه سيبها زي ما تيجي اول ما نعرف هنخبيها شفتوا بقى قلتلكم في النهايه الرموش من فوق وكمان واحدة من بعده بعاني أكبر معانا حكاياته معايا أنا ما نسيتهاش والشوق جوايا نار وما بتهداش ياسمين إيه؟ عبير بتقول ندى بتغني في اللايف اتوضحت في الجروب تعبانة يا كابتن والله تعبان والله اتكلم ومحدش حاسس بيا تعبان يا كابتن والله تعبانة كامل من حال الدنيا الغريبة بستعجل اصلا مضطر مرة حبيبي خلينا بعدين واحد بتقول الحمد لله وصلنا الخرطوم ادي يا ندى مين عيونك حلوه قوي يا اي صوتك روعه الكومنت بيقول لي صوتك روعه خلي ندى تغني ايه يا جدعان انا كنت بهرق كده كنت بهرق وانا كنت باخد الموضوع جد ليه كده معطشانه قوي في بحه حلو بيقول لك انت شبه اسماء اكتر على فكره ايوه انا كل عمال يقول لي كده حلو جدا بجد احنا نغير بقى النشاط بص العدسه هي وريني مش اهم حاجه ان هما يشوفوا انت لو بتقولوا كلمه حلوه فربنا يخليكم شبه اسماء كتير
غيري ال العم سلام ده مع اللوك يا ايه ضلموا الاوضه بقى. هو بينور بينورش يضل هنجرب. طب جرب انا هقول لك ازاي. اوف 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 يلا هو ايه التاني. لا كاني خلاص مش عارفه انت لما قلي طفيتي ونورتي انا مش شايفه اهو. انا خلصت يا جماعه. شوف انا الحته الخضره دي حاجه كده مش هتتكرر تاني خالص. مش انا مش هجيب ندى عندي تاني. جاوبيني بصراحه منورك ولا مش منورك؟ احلى نور ده ولا ايه؟ ظهري اتقصم قوي. ايه اتقصم؟ ظهرها اتقصم. بس عشان انت ظهرك اتقصم. حسبي الله ونعم الوكيل. كنت ده كل اللي اقدر اقوله النهارده. حسبي الله ونعم الوكيل في ندى بنت خالتي اللي كنت بحبها. انت تخلي لوكي خسرنا بعض ولا ايه؟ نزلي ايدك دي كده. نزلي ايدك يا خبر كزرق. انت سايبه الرموش بلو مفتوح. اتفضلي عشان نعمل زفت سكرين شوت الناس تاخدنا منه عشان انا مش طايقه نفسي والناس بجد هتشوفني وانا متعصبه. الوضع حلو من سابق سن. الوضع حلو منكرش انا ابعد عنه. الوضع حلو. خلاص يا ايه بحرق خلاص. خلاص البنطلون باين بنطلون. لم نفسك بقى لم نفسك. عارف ان انا لابسه بنطلون بجامع مقلوب خلاص. اتخي شويه ما تاخديش الكادر كله. ايه الظلم ده؟ لا ما مش عشان اللايف لايفك تاخدي الكادر كله. وهروحك لامك والله. تلات دقايق. تلات دقايق يا سعيد. رموش يلا يا جماعه السكرين شوت بسرعه عشان اقفل عشان اخو ايديا. بس الزفت على دماغك يا شيخ. البسي الزفت يا شيخة. يا شيخة مبروحة. افرض انا كمان ده انا هشنق نفسي. تعالي يا رب على خدودي اللي طالعة عامة زي قرص العجة. والله مش خدودي قرص العجة. يلا خدوا يا جماعه السكرين شوت. بصي لي واحده في سكرين. ايه ده؟ ايه يا حب؟ السحاب تبعوا على بعض. ما انا عماله ادمج فيها جاموسه بخففه. ايه يا هروله اي كلام بيتقال. هلغيه خالص. ايه ده شغله فول حياتي. فول حياتي انت نرمه بقى اكتر. انا طول الجليتر اسود على الوش. هو كان في الصوره برضه. احنا مش هنقدر نجود من عندنا اي حاجه. انا مجوده. هي جود. انا جودة جدا. كفايه والنبي يا ريس. يا رب. وقعي وقعي ما انت مش هتلمي. وقعي كان الخدود تتدرى شويه. يا رب راس العجه دي تتلغي شويه.
بس انت عملتي في بدل الاغاني دي هنفلايف اللينسز بتاعت ندى نوعها ايه؟ ما ندر احنا اللي لقيناها في درج لبسناه ما ندر انتي عارفه؟ ما ندر الله احنا الاثنين جماعه ايه رايكم؟ تامر عاشور ما سمعتش اراء لا ثانيه واحده يا فنان ثانيه واحده يا نجم ايه